النهارده ان شاء الله معانا حل قطعه كالفرونيا. اللي معانا النهارده ان شاء الله الاسئله باجابتها، اسئله قطعه كالفرونيا باجابتها. في سؤال كان ناقص حطيته في اخر الفيديو ده، هتشوفوه ان شاء الله، هم 5 اسئله، تمام؟ فاحنا النهارده هنحاول ان احنا نترجم الاسئله. ليه بقى هنترجمها؟ عشان لو مكان الاسئله اتغير او الاختيارات اتبدلت فنبقى فاهمين وعارفين معنى كل كلمه في الاسئله دي وترجمتها ايه، تمام؟ تعالوا نشوف النهارده القطعه دي بتتكلم او اسئلتها بتتكلم عن ايه. السؤال الاول بيقول homage to California in the evenings the streets in the town of Sammy are full of، بيقول لي تحيه الى كاليفورنيا في المساء. in the evening يعني في المساء، the street in the town of Sammy are full of يعني تمتلئ شوارع مدينه سامي بنقط. cars and other vehicles يعني السيارات والمركبات الأخرى. groups of mainly young people يعني مجموعات من الشباب بشكل رئيسي. a mix of the entire population يعني مزيج من جميع السكان. طبعا في القطعة كان بيقول ان في المساء بتبقى الشوارع مليانة بالسكان او مزدحمة بالسكان، لكن لو ما قالش كلمة in the evening طبعا هنختار cars and other vehicles، ولكن هو ذكر كلمة in the evening تبقى الإجابة. ركزوا في الحتة دي، لأن في ناس بتجيلها من غير كلمة in the evening، يبقى لو قالت من غير in the evening نختار cars and other vehicles، تمام؟ تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده. What does the writer recommend about the Milisani cave؟ يعني ماذا يوصي الكاتب بشأن كهف ميليساني، تمام؟ seeing the cave at a particular time for the best view يعني رؤية الكهف في وقت معين لأفضل منظر. climbing through the hole in the cave roof to see the colors يعني يتسلق من خلال الفتحة الموجودة في سقف الكهف لرؤية الألوان. going into the cave by boat الذهاب إلى الكهف بالقارب. طبعا الإجابة هتبقى رقم 1، رؤية الكهف في وقت معين لأفضل منظر. ركزوا في السؤال ده كويس جدا، لأن هو في القطعة بيذكر لك الجملة التانية اللي هي climbing through the hole in the cave roof to see the colors، بيذكرها في القطعة، تمام؟ فركزوا الإجابة هتبقى رقم 1. تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. What does the writer say about influence from abroad in California؟ يعني إيه السؤال ده؟ ترجمته بتقول ايه؟ ماذا يقول الكاتب عن التأثيرات من الخارج في كاليفورنيا؟ الكاتب بيقول ايه عن التأثيرات من الخارج عن كاليفورنيا؟ تعال نشوف الاختيارات بتاعت السؤال ده. There are rains of building from a different age and culture يعني هناك انقاض مباني من عصر او عصور وثقافات مختلفة، من عصر وثقافة مختلفة. تاني اختيار the capital wasn't originally built by local people، لم يتم بناء العاصمة في الأصل من قبل السكان المحليين، تمام؟ some inhabitants have spent time in other countries، قضى بعض السكان بعض الوقت في بلدان أخرى. طيب هو السؤال بيقول ماذا يقول الكاتب عن التأثيرات من الخارج في كاليفورنيا؟ تبقى الإجابة أن هناك أنقاض مباني من عصر وثقافة مختلفة، الإجابة هتبقى رقم 1، وركزوا عشان لو بدل مكان الإجابات، أنا ترجمتها، تمام؟ شوف السؤال اللي بعد كده. What did the director of the film say about California؟ ماذا قال مخرج الفيلم عن كاليفورنيا؟ The natural future of the island are absolutely unique يعني إيه؟ الميزات الطبيعية للجزيرة يونيك يعني فريدة تماما، absolutely يونيك يعني فريدة تماما، تمام؟ تاني إجابة the inhabitants of the island are very special، سكان الجزيرة مميزون جدا. the way the life on the island is incredibly varied يعني إيه؟ الحياة البرية اللي هي الوايلد لايف في الجزيرة متنوعة بشكل لا يصدق. طبعا الإجابة هتبقى سكان الجزيرة مميزون جدا، الإجابة هتبقى رقم 2. كان في سؤال ناقص وحطيته في الآخر، تعال نشوف
السؤال ده وباقي الأسئلة عشان لو حابين ان انتوا تاخدوا لها سكرين من هنا. تمام، دي كل الأسئلة جمعتها لكم في ورقة على بعضها. طيب السؤال اللي كان ناقص بيقول ايه: When the writer mentioned she was going to California, other people were، يعني ايه؟ عندما ذكر الكاتب انها ذاهبة الى كاليفورنيا شعر الاخرون بايه؟ الاجابة هتبقى discouraging، يعني ايه؟ يعني الاحباط، شعرت الناس بالاحباط. ودي باقي الاجابات اللي احنا قلناها. لو في اي حاجة مطلوبة مني قولولي في الكومنتات وانا هنزلها لكم ان شاء الله، واول ما اوصل لحاجة هنزلها لكم ان شاء الله.